السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سنقوم بصباغة بيت ومسرح الدجاج. قبل كل شيء قمت بإزالة الغبار والأوساخ من الجدران، ولصباغة بيت الدجاج اخترت دهان غير سام وخالي من المواد الكيماوية الضارة، وهذا الدهان هو الجير. أما اللون فاخترت اللون الأبيض، يساعد على تقليل امتصاص الحرارة. يعتبر الجير مبيدا للحشرات ويسحب الرطوبة من البيوت في فصل الشتاء. الجير مطهر ومعقم جيد لجميع الجراثيم وطارد للحشرات. Thank you.